الجروب يعتبر بيت عيلة كبير جدا جدا جدا، في أخ كبير لينا هو دكتور محمد ضياء. احنا دايما بنبقى مع بعض في أفراحنا، في أحزاننا، بندعي لبعض لما حد داخل أوضة العمليات، بنفرح لما حد يقول أنا كسرت الرقمين. مريض السنين دايما بيبقى عايش في ثلاث أرقام، 136 160 210 220 250. لما بيلاقي نفسه واقف على ميزان وهو 99 كيلو، مش قادر أقول لكم الفرحة دي شكلها عاملة ازاي. يعني الفرحة دي فرحة كده، يعني احنا بنشاركه كلنا ونقوله برافو، حاجة رائعة زي ما بيقولوا. الجروب ده فيه حاجة برضو مميزة جدا، ان احنا بس مش كلنا تخان، يعني مش كل الجروب تخان، لا احنا معانا ناس ممكن تكون زوجة دخلت عملت العملية وزوجها معانا، ممكن تكون اخت دخلت تعمل العملية واختها معانا وتبقى رفيعة ومتفاعلة معانا وحبينا، احنا معانا كل الناس. الجروب ده فيه حاجة برضو مميزة جدا، ان الادمن بتوعه رفيعين جدا بس بدماغ التخان عايشين. يعني احنا عارفين التخان بيحسوا بايه، بيبقوا بنفكر بدماغهم. احنا صحيح رفيعين والناس بتشوفنا 72 كيلو واو، بس احنا عايشين بدماغ التخان.